هذه صورة صديقي أبو جواد من بعقوبة، وقد سكنت مدة 10 سنوات في مدينة بعقوبة، فكان أبو جواد من أخلص أصدقائي، وكان يخدمنا كثيرا، يحترمنا كثيرا جدا، وكان جيراننا لمدة سنوات، وكان له دكان خلف بناية المكتبة العامة في بعقوبة في حي عنفصة. وكان أبو جواد بالأصل من بهرس، وهي كمدينة صغيرة ضاحية لمدينة بعقوبة، والآن يمكن من الناحية الرسمية داخل مدينة بعقوبة، وأن اسمها ترجع إلى العهد الساساني قبل الإسلام. وكان أبو جواد من أخلص أصدقائي في مدينة بعقوبة، واستفدنا منهم كثيرا. وأما اسمه الأصلي كاظم جبارة، كاظم جبارة، وأن زوجته الأخت أم جواد، واسمها الحاجة خيرية بنت حيدر من بهرس. فكانت هي حقيقة امرأة رحيمة متعاطفة معنا إلى أبعد الحدود، وإن زوجتي فخشان كانت مريضة تتمرض أحيانا، وكان أطفالي صغارا لا يتجاوزون 5 سنوات. فكانت أم جواد تأخذ أطفالي إلى بيتها وتربيهم كما تربي أطفالها، وإني مدين لها ولأبو جواد المرحوم، وأنا مدين لهما. وقد انتقلا إلى مدينة السليمانية منذ حوالي سنتين، وفاة أبو جواد أنا سجلت في مذكراتي وذكرت مرارا في مذكراتي، كتبت عن أبو جواد وعن أم جواد في مذكراتي، والآن ما أتذكر وفاته. 96. الحاج علاء ابن الحاج علاء وفاته في أي يوم؟ 5/12/96. 96. نعم. 1996. 96، الله يرحمه. وكان الحاج علاء آنذاك صغيرا، أصغر أولاده، وله ابنان آخران باسم جواد وسالم، والثالث هو علاء. وإني أرجو الرحمة لأبو جواد، ثم علمت في السنوات الأخيرة بأنه من عشيرة
كروية وهي عشيرة كردية بالأصل منتشرة في منطقة ديالى في بعقوبة، والقسم الأكثر تسكن في جلولة وفي مندلي، وقسم منها موجودة الآن في منطقة سورشي في منطقة حريش في محافظة أربيل. هي عشيرة كبيرة، وإني مدين لأبو جواد وأم جواد. الله يرحم صديقي أبو جواد، وأرجو طول العمر للأخت أم جواد وهي باقية على قيد الحياة، والحمد لله صحتها جيدة طال عمرها. وأما بنتها الكبرى إيمان فانتقلت إلى رحمة الله، وكانت تأتي عنا وفي أغلب ساعات اليوم هي كانت عنا مع أطفالنا، وهي توفت وكانت شابة في مقتبل العمر، فنرجو لها الرحمة. وشكرا لهذه العائلة الكريمة، وشكرا. عبد الرقيب يوسف، تاريخ اليوم 5 من تشرين الثاني سنة 2000 2021.